السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سهول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد وشقة دوبلكس مميزة جدا بسعر لقطة في اسكندرية العجمي شاطئ النخيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. على يمين هنا موجود عندي مطبخ أمريكاني، المطبخ عندنا هنا من الداخل، وعندي هنا ضغط مياه ممتاز جدا، وصلنا هنا عندي ريسبشن موجود في السلم الداخلي رخام بيطلعنا على الروف. خلفية جميلة جدا عندي هنا من الطوب الحجري أو الطوب الفرعوني. نطلع مع بعض البلكونة ونشوف رؤية الشارع. تراث رائع وممتاز جدا ما شاء الله، وتشوف عندي هنا البحر بكل وضوح. على نهاية الشارع ده موجود عند البحر ونادي دانا بلازا وحمامات السباحة. ما شاء الله تشطيب ممتاز جدا، تشطيب جبسون بورد. وعندي هنا واجهة المطبخ من الأمام، طرق التوزيع لغرف النوم على شمالنا هنا موجودة عند الحمام، وعندي هنا أول غرفة نوم، تشطيب هادي ما شاء الله، مساحة ممتازة جدا، وجوار منها هو شاطر موجود عندي هنا الغرفة التانية، مساحتها أكبر شوية من الغرفة الأولى وتشيل معايا غرفة نوم كاملة. نطلع مع بعض هنا عن طريق السلم الداخلي رخام بيطلعنا للروف. ما شاء الله عندي هنا برجيلة خشب ممتازة جدا، وكنبة من الطوب الفرعوني، شواية، وعندي هنا ده حوض مطبخ، وبعد منه هو شرط موجود عندي هنا حمام. تقفيلة ممتازة جدا. على يمين هنا موجود عندي الغرفة الثالثة، يبقى كده عندي 3 غرف نوم و2 حمام. ما شاء الله رؤية واضحة جدا للبحر.
ممتاز وجميل جدا ما شاء الله. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهارده من قناة سول عقارات في اسكندرية، شاطئ النخيل، شقة دوبلكس مميزة جدا بجوار البحر ونادي دانا بلازا وحمامات السباحة داخل القرية، مسجلة في جمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة، وكاملة العدادات كهرباء مميزة. احنا في بنستلم آخر فواتير كهرباء بتاريخ اليوم. العرض بتاعنا في الطابق السادس بالروف، موجودة سانسير وحارس خاص للعقار. المساحة الإجمالية للدوبلكس 200 متر، عبارة عن 100 متر تحت زائد 100 فوق، 3 غرف نوم واتنين حمام وريسبشن كبير ومطبخ أمريكاني وكنبة من طوب فرعوني وشواية وتراس رائع وجميل جدا وبلكونة كبيرة. السعر 390,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 21,000 دولار. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم أحمد بهجت، صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، تشتركوا معانا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.